اليوم دورنا نحن ان احنا نرشد الاطفال ونعلمهم عن الكواكب وكم عدد الكواكب وكل ما يخص الفضاء، حتى ان احنا ناهلهم ان شاء الله انهم يتمكنون ويتعلمون ويكونون عندهم خبره وعندهم خلفيه علميه في مجال الفضاء. نحن عندنا مثل برزنتيشن بسيط يناسب أعمار الأطفال. أيضا عندنا محطة اللي لتعليم التلسكوب، شو مكونات التلسكوب، شو فائدته، من أول اخترع هذا التلسكوب. دائرة الجرس الكهربائية الورقية عبارة عن شيء وايد سهل، ورقة ونعطيهم تيب، نعطيهم باتري، نعطيهم ترانزستور، واحنا نساعدهم انه بس عشان يطلعون صوت البازر.